السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه الحلقة الله حلقة ثلاثة الحلقة رقم ثلاثة كفال 43 أربعة وثلاثة الحلقة دي بعودة المهاجرين إلى مكة آه عودة المهاجرين إلى مكة لا عودة المهاجرين إلى مكة كهوة أقوى للمشركين كلما والنبي صلى الله عليه وسلم سورة السجدة أرآك سورة النجم كم سأل راكا كان سجود لربعتها كم سأل سجدة ثم سجدة وكلهم لخبال اللي بطريقة غير صحيحة وقبي لي قبايا كان دي بوم بعدها دي اصحاب رضوان الله عندي بحبا له كمشركين كلهم كم سجدوا سجدة كم سأل سلو أم سلو كأقبالو وكفو قبأت لكفوة الأقبالاتهم وحركة كفا ودو الهجرة الثانية كمان الى الحبشه كفعلت دي بدلة تهجيتا لكفال الله كما ان شاء الله. عودة المهاجرين الى مكه وصل هذا الخبر الى الحبشه ولكن في سوره تختلف عن الواقع. فقد بلغهم ان قريشا اسلموا فرجعوا فريحين مستبشرين الى مكه. فلما كانوا دون مكه ساعه من نهار عرفوا جليه الامر. فمنهم من رجع إلى الحبشة ومنهم من دخل مكة سرا في جوار أحد من قريش يعني على خبر بعض حيوان اللي بكين خبر بحسد حقيقة اللي يقبي كم سالة جابية له وتيلو كده لا كود اللي يقبي كم سالة سجدو قريش كلهم أسلموا بيلو كمستبشرين فرحين مرة ندفع فرحوا دا استبشروا آه ما تعالوا ما كم صار ما كان ذي الأتو مسافة جلند هليت أكان لخبر الحقيقة تبين أقلوم وتأمروا يعني عرفوا جلية الأمر عرفوا حقيقة الأمر تأكدوا إنه فعلا الهجية أمان يكون وقريش سكادي دي, دي بدأ عنادوم ودي با أزيتوم ودي مستمرين هلو لتأمر أقلوم الذي يقول له روم سرهم ونوم عقبلا سكر حبشة وسرهم هيني إيه آه جوار قدام آه بعيد النقب من قريش دي بمعتها يعني عيب قدام النقب وحسب فلان النقب دي ورنا تقعاء ورود كاين دي حماية فلان النقب نفر دي فلان هلا دي بعيب كلا هلا دي بكلبية كلا هلا قرا كلا دورة من عدا تعرب بدير قريل هيبون تقع شايكة مصر كلا هلا دي بيت كلا هلا آه يتهيبوني وإنسان باكل هلا بقلال ادام اد آه التعدد دي بيسامح يقولونه وتو ما عيب ديب دار عندما اقل ديب دار كقل حلفتيبو تجيبه منا عادات لسنه دي قريش لعلتا كسرهم وراك عين قدام ديبول التنكا بندر آ آ آ آ آ اتو لو لأ اتو منه ولا اقبلوا يعني آه الحبشه قال مرات كان سك الحبشه اقبلوا طيب الهجرة الثانية إلى الحبشة، الهجرة الثانية كهو علت. الهجرة الثانية إلى الحبشة واشتد البلاء والعذاب على المسلمين من قريش ندما منهم على ما فرط من... على ما فرط منهم من السجود مع المسلمين مره اذيني يعني آه لا بلاء ولا اذيت مره عبد الحوش شددوا اقلمي ندموا وتعسوا كفو اندين دل روحتنا اندين نتمالك أسر محمد سجدنا و سجدنا بيلو لكن يوم مره تعسوا وخيلوا وانتقام يقول اللي يوم اللي يعني لا لأزيتهم ولا مضرتهم عبد حوا وانتقاما لما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره للمهاجرين وكمان المهاجرين من سار لجيسو من سر لقيسو من ما كان لقيسو كان الحبش على بعض حو كفوسه من يوم نيان كمان زيادة أتعب عليهم. ونذرا إلى هذه الظروف القاسية أشار الرسول الله صلى الله عليه وسلم على, على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى وسبب اللي ظروف إلا, إلا ملابسات ولا أشكال ولا أزيات والتعسان ولا كيما عملت لا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث قديم يعني أه سكن الحبشة من تهاجروا لحيسكم بيليم كأشير بیلم وأزان اشیر الحبشة جيسوك كان الحبشة راح يسكم هاجروا أبي اليوم رضوان الله عليهم وبالله يعني كهل مرة سك الحبشة هاجروا أكل يوم أكل الهجرة الثانية على مدير الهجرة الأولى دي بالعلو عسل كل الناس وأربع سيتهم دي بالله يعني كم إناثهم وكم سيت وهم دورتو أدق النار أيام فهاجر اثنان أو ثلاثة وثمانون رجلا ثمانية وكلاء أو ثمانية وثلاث آه وثلاث آه ناس وعشر ثمان سيد اثنين وثمانين أو ثلاثة وثمانين رجل وإثنان وووو و و و و و وثمان عشرة امرأة وعشر ثمان سيد توم ثم الهجرة الثانية وكانت هذه الهجرة الثانية أشقة من الأولى. هي يعني لا تعبه ولا مشقته اكثر من يا اول علد لان قريشا كانوا متيقظين يتابعون حركات المسلمين قريش إذا فاطمه مع الاول وبوم كاريا مع الاول على ولب اول وكاريا مع مرة كمره مشقت على الدباء الا لهيت لك الا ان المسلمين كانوا اكثر منهم تيقظا واحسن منهم حكمه واحكم منهم خطوه فقد فاتوهم الى الحبشه رغم كل الجهود لكن المسلمين اكثر شيء متيقظين على حسنا يوم عالي على مستيرهم كتوم على امورهم رتبت على منظمين على ساد غام على مثل ربي مثل ارواحتهم مثل العهد كامورهم سنة رتبت على سني نظمت على مودو ملو بلوك هول هودو كله امرام على كان دالو نترتبوا كم ندير ديرش قريش رب وفق يوم ورغم إلا كل الجهود لقريش تبيع الدعوة دي والحركه طول الحركة توتهم ودعوا على أول على أول رتبوا وربها هي أقلهم واسك الحبشة الهجرة الثانية جيسا رضوان الله عليهم أدي دي بحبشة كم سربات حو من جديد قريش ما كيدا آه قريش قريش بمهاجرين الحبشة أدي كيد ومكر حاجات دبره وقال ان دوا دو, دو ودو قل دي بكين دع الروام قل لأزوام بحلقة تتمت ان ريا حلقة أه اربعة واربعين بلا اساك دي بحلقات الله ان شاء الله دي بخير حتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>